اول شيء هذا واجب باش نزور اخوان ديالي في فريق الوداد الابيض اللي كتربطني معاهم علاقه طيبه بكل مكوناتهم، بجمهور العريق الكبير اللي كنحترمه وكنحبه، بالمسؤولين وعلى راسهم السي سعيد الناصري اللي بيننا واحد علاقه الحمد لله جيده، ولا الطاقم التقني على راسو عبد العزيز السكيتيوي اللي كنعتبرو اخ ديالي، واللاعبين كذلك اللي بيني وبينهم الحمد لله محبه واحترام وود. وأظن أنه المباراة كتبقى كمباراة، ولكن الجانب العلائقي ما خصناش نعطيو، كما قلت هذا واجب وفيه صلة الرحم بيني وبين الإخوان ديالي. كتبقى المباراة كجميع المباريات صعبة، ما كنتش كنتمنى نكون مع الوداد، كنتمنى نكونوا مع نجم الساحل التونسي ونخليو الوداد المبان، إلا أن الظروف شاءت أن نتلاقوا مع فريق الوداد البيضاوي. نتمناو هذا الدور الربع اللي مروا فيه اعرق الفروق على الصعيد الافريقي وخصوصا على الصعيد المغاربي والمغرب العربي كله، اظن بانه المباراه ستلعب من شوطين، هذا شوط اول في الصيف، المباراه سوف تكون صعبه، واكيد بانه يعني المباراه نتيجتها هي اللي غادي تقدر تعطينا يعني كيفاش غتكون الاطوار المباراه الثانيه، ولكن التركيز اولا في المباراه الاولى ان شاء الله. راه زمنا فريق كبير كذلك واللي احترمه هو فريق الدفاع حسين الجديدي، دليل بانه هو استطاع باش يعني يبدا بقوه في كاس العرش، انتصر على فريق الجيش الملكي يعني اداء ونتيجه، وتظهر لي بانه رشيد الطوسي بطاقه التعريف ديالو الحمد لله غنيه، ماشي يعني انتصار او نزام مع فريق البدو هو اللي غادي يغادر، بالعكس الفرق الكبيره في المغرب رشيد الطوسي كيعشقها وكيعشق باش يضرب معها، لان هي الفرق ديال التحدي والفرق ديال المحافل الكبرى امثال فريق الوداد البيضاوي. واظن بانه والرجاء اللي سبق لي دربت كذلك تظهر لي بانه نتيجه الا كانت في صالح رشيد الطوسي كمحترف، اكيد بانه كتزيد تغني الرصيد ديالو من ناحيه يعني الارقام. واظن بانه الصيت ما غيكونش غير في المغرب، اكيد هناك فرق كبيره اخرى سواء في مصر سواء في تونس سواء في قطر او في الامارات كذلك، لان سبقنا كذلك هزمنا فريق العين البيضاوي في كاس دوري ابطال العرب. ف المصير ديال رشيد الطوسي ما كيكونش متعلق غير بمباراه واحده، الدليل بانه اخر فريق دربته فريق نهضه بركان، وشوفوا فريق بركان فين واصل حاليا، لانه كان هناك عمل، اكيد انا كنتني العمل الاستمراري اللي كانت مع منير الجعواني واللي كنهنيه بهذه المناسبه، كنهنيه لانه الاخ ديالي الصغير، واكيد بانه ها هو غادي كيشق الطريق ديالو بهذا، واكيد بانه فريق اللي اصبح كيكبر بمعيه المسؤولين ديالو على راسهم السي فوزي القجع. فتظهر لي بانه حاليا رشيد الطوسي دائما تيخلي بصمه ديالو اي فريق مشى فيه، تظهر لي بانه الا رجعت المغرب اكيد بانه ان شاء الله، حاليا انا عندي سنتين، انا بديت عقد سنتين مع فريق الوفصي، ولكن رجعت المغرب دائما كنرجع من بوابه الفرق الكبرى. شوف الدور ديالي انا اول شيء بغض النظر على الجانب التقني والتكتيكي، بان تتلعب الجانب المعنوي للاعبين، كتطلع المعنوي ديالهم، واكيد اي فريق حتى الاهلي فريق القرن كذلك كل معروف لو كنا معاه، لان في الاول القرعه جابتنا مع الاهلي، فاكيد بانه نفس يعني التصرف ونفس نفس الظرفيه ونفس الامور غادي نديرها مع اللاعبين، باش هذا اكيد بانه باش علاش باش نبين نشجعهم اكثر، وهذا جانب سيكولوجي كيديروا اي مدرب وصل لواحد المستوى ديال الاحتراف، لان كنعرفوا بان في تصنيفنا، وهذا سبق لي درت بحث فيه وتكلمت فيه عده مرات، بان في تصنيفنا العوامل اللي كتقدر تعطيك الانجاز الرياضي كون ابي لا بيرفورمانس راه هو التحفيز ديال اللاعبين من الناحيه المعنويه، وهذا هذا دوري نقوم به، ولكن دائما اقول بانه كيبقى فريق الوداد كبير، ما كانش هناك استفزاز، بالعكس هناك احترام لفريق الوداد البيضاوي، حتى تنحترمو بكل المكونات ديالو، لا داعي للتاويلات اللي كتكون خاطئه واللي كتقدر تدير الجمهور هذا، والتاويلات كتعمل من طريق من المربط الاعلاميه.